فانا البلاك بورد عليها كل اللي انت محتاجه الماتيريال كلها موجوده على التايم الرئيسي بلاك بورد. اتفقنا على نظام المعامل، اتفقنا على اكل الروح الفني الشفوي العملي. هتجيلي الشفوي ومعاك التقارير بتاعتك اللي انت كتبتها في التقرير. انت معاك القصر، انت رفعت لي بي دي اف صوره مني، بس انت القصر نفسه معاك. هتجيبه معاك كل المتكلم. إذا في أي مشاكل في الرصد، إذا في مشاكل في الرؤى ما حصلتش، مشاكل من هذا النوع، أنت تتواصل مع المدير أو مدرس الثاني الأول. إذا ما وصلتش لحل تبعك. أي سؤال علمي من أي نوع ابعت لي على الواتس يا جماعة. تمام؟ طيب، كان في ناس هتسأل كده؟ أيوه. بالنسبة لتوزيع درجات المتر الأعمال السنوية كلها. هنعملها هو المادة مش مهندس بيقول هو عايز يعرف الترم من كام، الكويز بتاع المرات من كام، الشفوي العملي من كام، اخر السنه من كام، تفقيط. حاضر هنعلنها. حاضر ماشي. ايه تاني؟ كان في حد عايز خلاص؟ ايوه هنخلص المنهج. بص هو اخر يوم حسب الجدول المعلن في الكليه هو 13 يناير. ده الجدول الكليه منزلاه على موقع رسمي الكليه. ده هيوافق يوم خميس. ماشي؟ ده هيوافق يوم خميس، صح؟ هيوافق يوم ايه؟ تالي خميس. هو نهاية الأسبوع. فإذا احنا آخر محاضرة هي الاثنين اللي قبليه على طول. ماشي كده؟ هي الاثنين اللي قبليه على طول. معلش احنا أوريدي كمية المنهج ضخمة، فما حدش يطلب مني يقول لي ما خدهاش يقول لي مش هينفع. هي طبعا مش هينفع. طيب. يلا ايه تاني؟ بالنسبة للمعيدين هم بيعملوا التقارير، احنا ما نعرفش غلط فين، يعني في معيدين بيوصلوا للغلطات في ايه ومعيدين مثلا ما بيوصلوش. انت عايز تجيب ايه؟ ايه تاني؟ طيب بما ان اخر اسبوع هيبقى في المحاضره الاخيره، ما ينفعش مثلا الاسبوع الاربعاء على طول يوم الخميس في اخر يوم خميس بعد اخر تجربه يعني نمتحن كلنا الشفوي بتاعنا وكده بحيث ان ما نجيش اخر اسبوع. لا لا العمل مش شفوي يوم الاسبوع الاربعاء. يا دكتور احنا اخر اسبوع عادة بنبقى قاعدين بنذاكر عشان الفاينل بتاعنا وكده، احنا عندنا مواد تانية برضه. مش مهندس الطويل ده، ايه بقى الجدول؟ دكتور لا بص بص الشفا والعمل ده لوحده. طيب سيب 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 في ناس معلش سيب. افتحوا له قوم افتح اللي طلب قوم افتحه. انا عايز طريق صعب عشان يعني انا فاهم. قول مش بايدنا احنا. بص مش هتيجي بقى ده قوي خلينا نبدا الشغل بتاعنا. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا انا شاشه كده. بصوا الكمامه والهدوء والانتظام عشان يعني ما حدش يتضايق. خلاص انا مش عارف البس بسبب ان الجو بارد مخلي انه جاي مع الضهر مش هعرف اشتغل. تمام؟ لكن انتم ما فيش عندكم المشكله دي فهتلبسها. اتكلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم، اتكلمنا على الكوريتش ميجرمنتس، اتكلمنا على الكوريتش ميجرمنتس، هنتكلم على الفلوريد ميجرمنتس. الفلوريد ميجرمنتس من اهم الحاجات اللي اسمها كتير. عمليات صناعيه كتيره عايزه تتحكم في كميه الفلوريد ده والا الكيميكال اكشن اللي كان بيبوظ. لو انت بتصدر نفط او بتستورد نفط او غاز يبقى لابد تعرف الكميه اللي دخلت ايه بالظبط. نفس الشيء عددات المياه والغاز اللي في البيوت كل ده فلو ميجرمنتس. الفلو ميجرمنتس مهم كمان في عمليات الكنترول. لان انا عايز اوصل لشيء معين فبقيس شيء معين وهكذا. الفلو ميجرمنتس هيظهر معايا في تطبيقات صناعيه كثيره جدا. تعالوا نبدا ونشوف. طريقه قياس الفلو بصوره عامه تنقسم الى Obstruction from meters. الثلاثة دول كده معناهم ان انا بعمل Obstruction. يعني ايه Obstruction؟ يعني بخلق الفلويد يكون ماشي في حاجة كبيرة بعديها على حاجة تشبه ربع جنيه مخروم، عارفين ربع جنيه مخروم؟ يبقى انا عملت Obstruction نقصت الصفر السالب بهذا الشكل حسب النولي اللي انا قلت لكم اعرفوها واعرف اسامبشنز بتاعتها كويس قوي. التغير اللي حصل في السيرفس اريا هيعمل تغير في الفلوسيتي هيعمل تغير في البريشر.
هيبقى عندي الاستراكشن زي كده، ادي الماسوره اهي وادي الاستراكشن اللي عندي. هيبقى عندي بريشر هنا سي بي 1 وبريشر ثاني هنا سي بي 2. بمعلوميه الفرق بين 1 و 2 اقدر اعرف الفرق. دي كلها اسمها اوبستراكشن ميجرمنت، اوبستراكشن بروبلم. مشكله الطريقه دي ان انا عملت لودنج كيرف. يعني ايه لودنج كيرف؟ قبل ما اركب الديفايس دي كانت الماسوره بيعدي منها 100 متر مكعب في الثانيه مثلا. بعد ما ركبتها ما بقاش بيعدي 100، بقى بيعدي 60 70. شفت بقى؟ ده اسمه لودنج كيرف، ان الشيء اللي انا بحطه غير في الحاجه. هو قياس صحيح، القياس صحيح، بس الناس اللي كانت بتجيلها ميه في اخر الماسوره دي اشتكت ان كميه الميه اللي بتوصل قلت. قلت ايه؟ بسبب ان انت حطيت هنا عقبه. طيب وهما ثلاث انواع، اول سميتر فلو نظري بنشيوميتر، هنشوف الفروقات بينهم، ولكن البنشيوميتر تقريبا بيحل مشكله اللودنج دي خالص. تقريبا. هنشوف بيعمل ايه. عندي حاجه اسمها لامينا فلو ميترز، عندي حاجه اسمها فاريبل ايه فلو ميترز. اللامينا فلو ميتر هنشوفه. بص بصوره عامه الثلاثه دول الفلو ريت متناسب مع جذر الفرق الضغط. اللامينا فلو ميتر الفلو ريت متناسب مع فرق الضغط نفسه مش الجذر. ده جاي بالفلويد ميكانكس هنشوفه بعد شويه. الروتا ميتر ده اسطوانه كده وفيها فلوت، فلوت يعني بلي، ولما الفلوت يعدي بيزقها لفوق تقوم تترفع وتثبت على المستوى المعين. المستوى ده اقدر اعرف منه الفلوت. هنشوف ده كده. التربل ميتر عباره عن ان ادي الماسوره الموجوده بحط في السكه تربينه، يعني زي نيشه صغيره كده تدور مع الفلوت. كل ما الفلوت يكبر كل ما هي تدور اسرع. اقوم اشوف عدد اللفات ومن عدد اللفات اسدد الفلويد. الفورتكس تشين فلويد بحط بلاس بادي، بحط بادي يعمل ورا منه ايديز، يعمل فلو سيبريشن ويحلق ايديز، واقيس الفريكونسي بتاع الايديز دي ومن عدد الايديز في الثانيه اعرف الفلويد. الالتراسونيك هنشوفه. البوزيتيف ديسبيسمنت فلويدز دي زي اللي عندك في البيت، دي زي اعداد الغاز او اعداد الميه. دي بيعمل ايه بقى؟ هو جاي زي علبة صغيرة كده تاخد الفلو وتمشي بيه وتخرجه الناحية التانية، تاخده من هنا. يعني الفلو ده بيركب في علبة كده، تخيل الأتوبيس وخده ووصله للناحية التانية. العلبة دي ليها فلو معين، العلبة دي ليها فلو معين. كل ما تنقل نقلة من المدخل إلى المخرج يبقى الأعداد زاد واحد، تنقل تاني يبقى زاد اتنين، تنقل كمان يبقى زاد تلاتة. بهذا الشكل لو هي زادت 10 مرات في الثانية يبقى الفلو ريت هو كام؟ حجمها في 10 مرات في السنه. تمام؟ فده اسمه بوزيتيف ديسبيسمنت فلوميتر، مبني على الديسبيسمنت. بعد كده هنتكلم السليكشن كريتيريا، نختار الحاجات ازاي ونعملها ديبريشن ازاي. اذا قبل بس ما نسيب الصفحه دي، انا هنا حولت الفلو ريت قياس الفلو ريت الى قياس بريشر. هنا وهنا. هنا حولته الى قياس فلوت بوزيشن، الى قياس ديسبيسمنت. هنا حولته الى قياس ارض جنب. هنا حولته الى قياس فريكونس. هنا حولته الى قياس دم في الالتراسونيك. هنا حولته الى قياس عدد اللفات. وهكذا هو القياس. انا عمال اعرف من ايه؟ من حاجه لحاجه لغايه ما اوصل لحاجه تكون سهله جدا. يعني مثلا الدلتا في ده هقيسه ازاي؟ هقيسه مانومتر مثلا. او بعيد مانومتر او بعيد مانومتر. تمام؟ وبعيد طريقه من طرق قياس البريشر اللي شفناها قبل كده. الاوبستراكشن بروميترز اللي فيها بقى اولهم هو الاورفيس، اي اورفيس اهو في بي 1 وفي بي 2. الناحيه دي اسمها اب ستريم لان دي الفلو داخل منها. الناحيه دي داون ستريم اللي هي بعد الاورفيس. ده البريشر 1 ده البريشر 2. الفيو دوت متناسب مع جذر بي 1 و ستريم. تعالى بقى نرسم الفلو ميكانكس اللي بيحصل. اللي بيحصل اهو. ناخد الماسوره وادي الاورفيس. اللي هيحصل اللي حصل لي التغير المفاجئ في الاريا قبل وبعد. قبل وبعد. شايف الفلو مشي ازاي؟ شايف اللي حصل هنا بقى؟ شايف دي؟ دي خلقت ايديز بعد اهي، وخلقت ايديز ثانيه قبل. تمام. تمام؟ طيب اقل مقطع اقل حته فيها
الجيش دي ده اكبر سرعه اللي هي هتناقض اعلى سرعه واقل بشر اعلى سرعه واقل بشر. المنطقه دي بيقول عليها فينا كونتراكت فينا كونتراكت يعني اقل سيرفس اريا في الحقيقه انت متهيألك انه دي لا في سيرفس اريا اقل شويه بعد دي جايه من طبيعه الفلو ميكانكس وطبيعه الفلو هوامش. طيب يبقى ادي بريشر الابستريم قل 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 لما وصل للفينا كونتراكت وبعدين زاد تاني الشجر احسنوها الان زاد رجع زي ما كان لا لانه في فقد في البريشر بسبب الايدز ديت وديت وديت. طيب الفقد في الفلوسبريشر دوت ادى لتكون الايدز حولت البريشر ده لايه؟ لايه؟ لهيت. لهيت الفريكشن في الايدز ده اساس هيت ماشي؟ حصل ديسيبيشن للكينيتيك انرجي للكينيتيك فلو وتحولت الى حراره تلاقي المناطق دي اسخن شويه تمام. يبقى ادي البريشر هو الاكستريم نزل نزل في البينا كونتراكتر وبعدين طلع تاني و بس ما حصلوش كومبليت ريكفري ما رجعش تاني طيب وانا بقى اقيس منطقتين اقيس واحده اكستريم اكستريم يعني واحده داون ستريم والفرق ده هيديني الفرق ده هيديني البريشر هيديني الفلوريد اذا ذا از لارج بيرمننت لوس اوف بريشر از داون ستريم في فقط عنيف في البريشر تمام ده بيكون عليه لودنج ده بيكون عليه لودنج ده شكله في الواقع حاجه زي كده ادي الاورفيس بليت اهو ادي الستاتيك بريشر تاكس الحقيقه بي 1 وبي 2 ديت الابستريم ديت الداونستريم ادي الفلو جاي لما تيجي تبص اللي بيحصل ادي ثاني بي 1 وادي بي 2 بي 2 بيقرا هنا كده والبي 1 بيقرا في الابستريم اهو لما تيجي تبص على توزيع البريشر هتلاقي زي كده ادي البريشر اهو قل 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 الانخفاض ده بيحصل بسبب تغير السيرفس اريا وبين البريشر والفلوسيتي بتزيد. بعدين بعد ما الاريا ابتدت ترجع زي ما كانت هو رجع 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 بس ما رجعش زي ما كان بالظبط في حته اسمها ان ريكفرابل بريشر لوس. الفلوسيتي طبقا للبرتغالي اللي انا ينفع اطبق البرتغالي هنا هي العكس هي العكس ادي الفلوسيتي اهي طالما البريشر بيقل الفلوسيتي بتزيد 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 وبعدين ايه؟ خد بالك الماس فلو ريت هو رو في الفلوسيتي الجاي فالماس فلو ريت اللي داخل لازم يخرج الماس فلو ريت اللي داخل لازم يخرج طبعا انا خدت نقطه بعيده قوي اسمها واحد ونقطه بعيده هناك اسمها اثنين لو الاريا واحد زي الاريا اثنين والرو واحد زي الرو اثنين يبقى لازم الفي واحد يكون زي الفي اثنين اللي هيحصل له الفقد هو البريشر مش الماس فلو ريت الماس فلو ريت زي ما هو امال الماس فلو ريت قلنا في الاول بيتاثر بايه وايه؟ بين الحاله قبل ما اركب ده وبعد ما ركبته فاهم؟ لكن بعد ما ركبته اللي دخل خرج الماس فلو ريت اللي دخل هو اللي خرج بس بدل ما كان اللي بيدخل يخرج 100 في الثانيه بقى اللي بيدخل يخرج 60 في الثانيه واضحه؟ طيب يبقى قبل ما ركبته في الثانية داخلين و 150 بعد ما ركبته بقى بيدخل 60 بيخرج 60. طيب نكمل وادي هنا الاثنين دول بيجوا هنا يتقابلوا على البريشر جيج يبقى انا اهو ادي البريشر جيج اهو بيقرا لي وادي الهاي وادي اللو ادي البريشر العالي جاي من هنا وادي البريشر الخفض جاي من هنا وانا كده حولت عمليه قياس الفلوريد الى قياس بريشر. الطريقه دي رخيصه وسهله وبسيطه عيبها لازم تفتح الدكت وتركب الاورفيس ده لازم تفتح الدكت فعليا ماشي من عيوبها كمان انه حصل فقد زي ما انت شايف في الفلاش انا ريكفر من البريشر في لوس حصل من مميزاتها ان هي رخيصه هي رخيصه انا لسه عملتها في المشروع بتاعي هي رخيصه كنت عايز اقرا الفلوريد كنت بعمل تجارب في الاحتراق وعايز اقرا الفلوريد بتاع الهواء بتاع المطلوب فعلشان اعمل كده جيت على الدكت اللي فيها الهواء وحطيت اورفيس وفتحتين ومانومتر وجيت على الدكت اللي فيها الوقود برضه حطيت ايه اورفيس وفتحتين ومانومتر وركبت المانومتر ما هو الا مجموعتين ازاز ومنهم خرطوم ورحت شايل ورقه كبيره بتاعت رسم البياني على لوح خشب ثبتها وبقرا منها الايه؟ البيانات ماشي؟
وانا مركب الازاز ده واحد منهم اتخبطت وعورتني هنا حتى ما زال الموضوع ده انا لغايه دلوقتي خلاص. رحت خارج من الكليه راكب الاتوبيس رحت مستشفى طارق راح ممنجها رش عليك حاجه كده ممنجها وراح مخيطها وعديت الشارع وخدت الاتوبيس ورجعت تخيل يومين الحمد لله. لا انا مش معنى سنة بيقول لي هو هيعمل لود الجرا ويبوظ القرايه. بص بص اللود اللي هنا مش معناه ان القرايه غلط معناه بس انه الراجل اللي جاي داور ستريم ومستني يجيله ضغط عالي جاله ضغط قليل فاهم؟ مش معناه ان القرايه غلط هو عمل لود على الماسوره مش على القرايه. القرايه نفسها صح بس بدل ما كان بيجي لي 100 في الثانيه بقى بيجي لي 60 بالك نقص الفلوريت. يعني اضرب على مثال تاني دلوقتي انت جاي لك مشروع عموميه شايله ميه راجعه على العمارة عندك كنت في اخر دور وقلنا عايزين نركب كويس عشان نعرف الفلوريت كام فركبناه. بعد ما ركبناه بقينا بنقيس الفلوريت بمنتهى الدقه بس انت بقى لما كنت بتفتح حنفيه وكان ميه كتير كنت بتفتح حنفيه وكان ميه كتير مش كده؟ لكن الميه اللي دخلت عندك تم قياسها بمنتهى الدقه. هنشوف بقى ايه المشكله دي ازاي هنشوف بس الحين دي ازاي. ايوه بريشر بص دكتور هنا عشان نغلب على ال ايوه بريشر بص هنا عشان نغلب على الايدز. الايدز عملت التغير الفجائي اللي انت اتسببت فيه ده. بص التغير الفجائي اللي انت عملته ده شايف دي؟ ده تغير فجائي قبل وبعد انت ما خدتهاش من التدريب انت ما خدتش الموضوع من التدريب فعمل فلوس اوبريشن. الفلوس اوبريشن عملت ايدز قبل وبعد ايدز قبل وبعد دي سببت فرط في الضغط راح فين؟ راح لحراره فريكشن. طيب نحل الحكايه ازاي؟ دكتور هو فرط الضغط معناه ان انا كسرتها؟ الباشمهندس بيقول لي انا هركب ده ازاي؟ بص هركب ده عن طريق ان انا لازم يبقى عندي محابس بقفل الدخول وبفضي الخروج كده بقت الضغط مفتوحه يعني فاضيه احذر لا يكون ماشي فيها حاجه زي غاز طبيعي حاجه قابله للاشتعال احذر ماشي؟ لو ده الحالة لا ليها إجراءات تانية. لأن أنت وأنت بتركب ممكن تضرب بوط التحام تلاقي الدنيا فرقعة فيه. خلاص؟ لو هي فيها غاز طبيعي، لو هي فيها حاجة قابلة للإشعاع إجراءات مختلفة. ليها إجراءات مختلفة. خلاص؟ لو هي عادية خلاص يبقى أنا مجرد قفلت هنا واستنيت الدنيا بقت مفتوحة بقت فاضية. بعد ما بقت فاضية هقص البارك بايب هركب فلانشة هنا. هركب الفلانشة دي. وهنا فوق تحت ايه فلانشه وحركت برضه ثانيه الناحيه الثانيه تمام وبعدين هجيب ديسك اهو ديسك في فتحه في النص وبعدين هحط هنا زي جاسكت او اورينج هنا وجاسكت او اورينج هنا تمام وحركت دوت وهجمع وهشكلتين وبعدين هعمل فتح هنا فتحه وهنا فتحه وهوصل دولت على حاجه ديس بريشر ماشي. طيب ادي اللي فيها الكونتراكت اللي هي وادي الايدز اللي بنحكي عليها. طيب دي برضه رسمه توضيحيه اضافيه يعني وادي البريشر دروب اللي بيحصل هنا وتلاحظ الفينا كونتراكتر بتحصل الفينا كونتراكتر بتحصل بعد ايه؟ بعد الحته اللي في السنتر ماشي ماشي. دي برضه ده الفينشر بريشر ميجرمنتس العمليه دي لان انا مش مهتم لا ده الواحد ولا ده الواحد انا مهتم بالفرق والفلوريت متناسب مع جهاز الفرق. من ضمن المشاكل خد بالك انك لازم تبقى عارف اتجاه الجو. ليه؟ لانه الاتجاه ده هيخلي البريشر ده عالي وده قليل. ماشي؟ طيب ده برضه رسمه تطبيقيه اضافيه. بص بنقول انه له حاجه اسمها بروفيشنال ديسشارج. بروفيشنال ديسشارج ده هو اللي بيعبر عن الفقد البيرمننت بريشر لوس اللي حصل. هنا البروفيشنال ديسشارج 60 مللي. معناه ان اللوسز عنيفه جدا. في طريقه ثانيه ان انا اعمل الموضوع بتدريج شويه اسمها فرونوزل. الفرونوزل هعمل ايه بقى؟ هعمل كده بص هعمل زومي ايده هنا اهو وهنا اهو فانا خليت الدخول تدريجي والخروج عشوائي. يعني بعد ما خرج فجاه لقى نفسه بيطل كده تمام؟ فالدخول ده تدريجي بس الخروج عشوائي. ده رفع البروفيشنال ديسشارج الى 96% اسمها فلونوزل. هو نفس الكونسيبت اوف اوبريشن بالظبط
بس اغلى في التركيب في التصنيع. الفلونازل فين؟ الفلونازل اهي ده شكلها ماشي. هي بس الفكره بقى لما كانوا بيعملوا خرم قرص وفي خرم اصبح ايه لازم تعمل ديزاين لايه حاجه ماشي. دي الفلونازل واحده كده بنفس الطريقه. في طريقه ثالثه اسمها فينتوري ميتر. فينتوري ميتر الفينتوري ميتر هيعمل ايه بقى؟ هياخد التدريج دخول وخروج، ادي دخول وادي خروج ماشي كده. بهذا الشكل بقى الكوفيشن اوف الشارج يقترب من الواحد تقريبا ما فيش نقص، بس ده اغلى بكتير، ده اغلى بكتير ماشي. يبقى انا بتراوح بين الكوفيشن اوف الشارج 60% كويس اللي هو الخصم الى 96% في الفلونازل الى 98% ميتر 98% بالظبط. الفينتوري ميتر اهو 98% ماشي. طيب فالفكره كلها ان انا هنا منعت الباور ليه سبريشن سايب الدرو ماشي ازاي؟ مش عارف السبريت. وخد بالك دي ديفيوزر، عايز يبقى دي ديفيوزر اللي هيجي في حته اقل. انت درست في الجريد ميكانكس انه لما البريشر هيزيد الفلو سبريشن احتماليته اعلى، فخليني هنا الانجل قريب هيعرف الوصل الانجل ممكن تبقى واسع شويه ماشي. وبرده باقي ايه؟ بقيس الضغط قبل وبعد ويبقى برضه في ضغط متناسب مع لذة الجلد. يا دكتور هو ايوه مش منك وانت راكب حاله الفينتوري ميتر الفينتوري ميتر مش مقاس ولا مقاس لان ما عندكش فلوس فاريشن حصل خالص. باشمهندس يقول لي حاله الفينتوري ميتر هيكون الدنيا كونتراكتر فين؟ الدنيا كونتراكتر هتبقى في المكان اللي فيه اقل سيرفيس اريا ماشي، لان مفيش سيباريشن. بينما في حاله بينما في حاله الاورفيس لا كانت مترحله شويه، شايف؟ كانت مترحله شويه بسبب السبريشن. الفلونازل برضه هتبقى مترحله شويه بسبب الفلو سبريشن. طيب على فكره في التويتس دي جميله، في التويتس دي في الوضع ده جميله، عارفين ليه؟ عشان تعرف تحرك الصفحه لصفحه هنا وتسيب دي شغاله طول الوقت ما تطفيهاش. تعرف كده تكتب اللي انت عايز تكتبه ولما تجيب صفحه جديده شغاله معاك مش لازم، لكن لما تكون مش شغاله بص بقى عشان تنقل ما انتش عايز تنقل من صفحه لصفحه مش عايز، لازم تروح تبص دي وبعدين تنقل للصفحه اللي بعدها وبعدين تشغل تاني. فبيت تو بيج هي كده بيت تو بيج كده زي الفل. طيب انا لو ضغطت عندي وعايز اركب علامه انا لو ضغطت عندي وعايز اركب عليها نفس الحكايه، انا هوقف الفلور الاول هاخد الاجراءات بتاعتي عشان لو في حاجه قابله للاشعاع، وبعد كده لو الضغط فاضيه هقص الضغط يمين وشمال هجيب الفيتشوري وهيبقى له فلانشتين وهركب ادي الفلانشه الاولانيه وادي الفلانشه الثانيه اشيل الدكت اللي كانت موجوده هنا واحط ده مكانها طبعا داخل معاك الكومباتابيلتي. يعني ايه؟ يعني الماسوره اللي في البيت اللي عندك اللي فيها غاز طبيعي دي غير الماسوره اللي فيها ميه ولا ايه؟ في كومباتابيلتي مع الفلوريد اللي ماشي. فعلم الماتيريال هيقول لك ايه نوع الماتيريال اللي بيتعمل منه الشيء ده عشان يبقى مطابق ليه يمشي فيه فلو، ولازم تستحمل ضغط الفلو. انت عندك ميه بريشر موجود، ما انت ممكن تكون بتنقل الغاز ده على ضغط عالي لانه لسه هيعدي مئات الكيلومترات على ما يوصل للحشيه مش كده؟ ضغطه عالي مش كده؟ فبالتالي لازم الجسم الضغط يستحمل الضغط العالي. يعني لازم نفس المواصفات اللي كانت في قيس الماتيريال والميكانيكال ديزاين نفس المواصفات اللي كانت موجوده في البايب الاولانيه. اذا ليها ضغط معين، اذا ليها سيجر معين، اذا ليها ماتيريال معينه، كل المواصفات دي داخله معايا. بس كفلويد ميكانكس بقى لازم الانجل دي تكون قليله علشان حكايه الديفيوزر ما يحصلش فلو سيباريشن، والا يبقى انا برضه ما عملتش حاجه، رجعت حصل لي بيرمننت بريشر دروب برضه ما استفدتش كتير. ماشي كده؟ طيب ادي اذا الكونفرجن ودايفرجن تمام؟ وهنا الثروت، كلمه ثروت يقصد بيها عموما في شغلنا اقل سيرفيس اريا. لما تسمع ثروت يعني الزور ها؟ قرب الزجاجه ده الزور ده هو اقل سيرفيس اريا، وادي البريشر العالي وادي البريشر المنخفض. طيب انا هنا جايب لكم مصادر الصور دي
لانه مفيد تخش على الموقع ممكن تجيب منه مش يعني معلومات اكتر ولا حاجه. قبل بس ما ادخل على الجامعه من الكوشنز بتاعه اقول لك الاورفيس ده من ضمن الوسائل البسيطه جدا اللي بتقيس فيها الفلوريت ورخيص وغير مكلف. انت هتعمل ايه؟ انت هتروح تجيب حاجه زي البريتش ستاندرد. اكتب بس اورفيس ميتر بريتش ستاندرد ماشي؟ ليها ستاندرد معين. الستاندرد دي هتديك رسمه هتمشي عليه. هيديك الديزاين ده بالتفصيل. تمام؟ وده في الحقيقه عامل كده. كده 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 مش شرط. وهيقول لك كمان تاخد البي واحد فين بالظبط والبي اتنين فين بالظبط. على بعد كام قال على دي؟ كل شغلنا بيتمثل بحاجه اسمها قال على دي. يعني ده الاكس بتاع الكونتاكت وده القال فيقول لك خدها مثلا ده بتشاهد هنا يقول لك الاكس بتاع طول الحته دي ودي على دي وطول الحته دي ودي دي فتلاحظ الحته الاب ستريم اطول من الحته الداون ستريم. فالستاندرز بتقول لك خد المقاسات دي وكمان بتقول لك حافظ لي هنا خط مستقيم لمسافه كذا كذا تاني ما تحطش خرطوم ما تخليش السيرفس اريا لا تزيد ولا تزيد ولا تنقص ما تخليش الماسوره تلف وقبلها نفس الحكايه يقول لك برضه كذا دايمتر قبلها. اذا انت عملت كده البريتش ستاندرز بتديك رسمه بين الرينولدز نمبر وبين البروفيشنال ديسشارج. لو انت عرفت البروفيشنال ديسشارج ما بقتش محتاج تعالج. ما بقتش محتاج تعالج. بقى الشكل تستطيع تقيس الفلوريد بطريقه رخيصه جدا. هتروح هتجيب ديسك من اي واحد حداد في السفيه هتنزل على الخراط هينضفه من على الوشين تمام؟ وهيعمل فيه الفتحه ديت بالشطفه دي كده طبقا للانجل اللي في الستاندرد بتاعتها 45 تمام؟ وحال تطبيق حاجه عشان ما يسطيش لانه لو سطى هيبدا يحصل انه السيرفس اريا دي يكون عليها خشونه ويبوظ الكرايات. تمام. نخش بقى على الفلويد ميكانكس بتاعتنا. نخش بقى على الفلويد ميكانكس بتاعتنا. طب يا دكتور هو في الفنشوري كده البريشر هيرجع تاني؟ الباشمهندس بيقول لي في الفنشوري هيرجع تاني البريشر البريشر في الفنشوري هيبقى ماشي هينزل ينزل ينزل بسبب انخفاض السيرفس اريا وبعدين يطلع يجيب كام؟ يجيب تقريبا 98% من القيمه اللي كان عندها. يعني الدلتا دي زيرو تقريبا؟ الدلتا البيرمننت 2% لان السي دي مش واحد. السي دي لو كان واحد كان يبقى زيرو هي. لكن حيث ان السي دي 0.98 فهيبقى الدلتا بي الدلتا بي ب.02 تقريبا يعني تقريبا ماشي؟ تقريبا. تعال بقى نخش على الجرد اللي بيتعمل هنا انا باخد نقطة واحد ونقطة اثنين باخد نقطة واحد اهي باخد نقطة واحد وباخد نقطة اثنين وطبعا بيقول لي بقول في الصيغة دي في على رو جي بي واحد على رو جي زائد نص واحد تربيع على اثنين جي زائد واحد بتساوي اثنين على رو جي زائد اثنين تربيع على اثنين جي زائد اثنين هم على نفس الارتفاع وبطبق كمان من الكونتينيوتي ان هو واحد في واحد في واحد تصور دي تقريبا 2 بي 2 بس طالما انا استعملت الدولي فانت فاهم ان انا انكمبريسور فطالما انكمبريسور يبقى اقدر اشيل الروز دي يعني الكلام ده عشان يكون صح انت عندك ميه او اي انكمبريسور ليكن او عندك غاز بس المعنى بتاعه اقل من 2.3 جميل الفلوريد بقى اللي انا بدور رئيسه هو ايه يا فلوستي؟ ايه الاثنين في ولكن بسبب المشاكل اللي حصلت بقول لك هو مضرب في السي في البروفيشنال طيب بحل دلوقتي ايه يا اثنين وفي اثنين ماشي؟ طب ايه يا اثنين اهي نزلت هنا البروفيشنال تشارج نزل هنا الفي 2 بقى هجيبها منين؟ هجيبها من المعادله دي بدلاله الفي 1 بس هرجع اشيل الفي 1 واحط هي 2 في 2 على هي 1 وهتطلع معايا يعني اللي انت شايفه قدامك ده هو حل المعادلتين دول في بعض عشان اجيب الفي 2 عشان اجيب الفي 2 وانس انا جبت الفي 2 بحطها ان هو الكيو هو البروفيشنال تشارج في الاريا 2 اهو تي دي في الاريا 2 قدامك اهو يبقى المجموعه دي كده على بعضها هي ايه؟ هي الفي 2 جبت الفي 2 ازاي؟ بتعمل برمولي والكونتينيتي
البروفيشنال تشارج اللي لقيته ايه لازمته؟ اللي فيها الكونتراكت اللي حصل او دي. طيب هذه المعادله اهي ليها كذا صيغه بقى، يعني هتلاقي لها كذا صيغه لكن هي دي الاساس بتاعها. هي اتنين هو هي اتنين هو الكونستريكشن ثيوري. نقطه اتنين خد بالك، نقطه اتنين هي سوري ايه نقطه اتنين دي خد بالك خد بالك نقطه اتنين هي ده دي نقطه اتنين. والسي دي مش هنا لان دي انا مش عارف اسم تمام. ووجود السي دي ده هو اللي يخلي ان الاريا الفعليه عند الدينا كونتراكتا اقل من الاريا اتنين بتاع الاورس. طيب هي اتنين هي دي هي دي دي هي دي هي اتنين هي اللي انا مظللها بالازرق دي هي دي ماشي. فراح اضربها في البروفيشنال تشارج علشان تتحول من دي من الزرقاء دي الى البرتقالي دي تمام ماشي. السي دي بقى ناقص على كده عليه تبقى خلاص مش ناقص غير الاي سي كوفيشن تشارج. الكوفيشن تشارج ده فانكشن حاجتين رينال زامبر والدايمتر ريشيو. الدايمتر ريشيو يعني الدايمتر بتاع الاورفيس الى الدايمتر بتاع البايب نفسها ده الدايمتر ريشيو. الدايمتر بتاع الاورفيس على الدايمتر بتاع البايب ماشي. اذا ايه اكسبنسيف ايزي تو انستول بس الاكس دي يعني ايه ها؟ لارج بريشر خالص لسه مبنيش. الفلو نوزل بقى ديفيكال تو انستول بروبرلي. خد بالك الديفايسز اللي هي زي كده لازم تكون الاكسيس بتاعها لازم يكون يا سعاده الباشا الاكسيس بتاعها ماشي لازم يكون الاكسيس بتاعها ده ماشي مع الفلو فاهم؟ يعني فلو له مين دايركشن اهو الفلو ماشي كده صح كده؟ لازم دي تكون بارلل دي بين فلو والا يبقى انت مقصر. ما انت لو ركبت دي معوجه هيخلص فيها ويعمل فلو سبريشن ويعمل لك مشاكل. طيب اذا ديفيكال تو انستول بروبرلي الاكيورسي عاليه البريشر بتاعه كويس. الفنتيوري ميتر هو اكسبنسيف طبعا بس البريشر بتاعه كويس وبرده الانستوليشن لازم يكون مظبوط. لازم الانستوليشن الجميع كويس جدا مظبوط. الاورفيس ميتر محتاج سبيس صغير عشان يركب، يعني كل اللي انت محتاجه دي على 2 و2 دي، دي على 2 ناحيه دي و2 دي ناحيه دي. ايزي تو انستول المينتنس بتاعته بسيطه ما تروحش بس ممكن تفتح تنضفه بس تاكد ان شنطاتي ما تلفش ما تحركش. ميجر الريج اوف لود بيقيسه واسع جدا كونستراكشن بسيط بيتركب بسهوله بين ترانشتين مناسب لاغلب المزاد السبايك ودي معادله ودي معادله. فكر فيها بقى النوت ميجر فلور ريزر يعني لو الفلو عكس اتجاهه ماشي ممكن تواجهك مشاكل خلاص. في بقى حاجه اسمها كابيتيشن سمعتوا عنها؟ كابيتيشن سمعتوا عنها كابيتيشن؟ طيب فرصه المعاقين اول مره ولا ما سمعتش عنها؟ كابيتيشن بص هجيب لك بس رسمه توريك كويس ايه بقى. دي بس رسمه بالضبط اهي الرسمه دي اقدر اشرح لك بس يعني بص معايا هنا بص معايا في الرسمه اللي بيحصل في البريشر اللي عمال يقل شايف البريشر بينزل ازاي؟ شايف البريشر بينزل ازاي؟ ماشي فنيته ينزل 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 لما جاب اقل قيمه له عند الدينا كونتراكت. كافيتيشن بتحصل في اي ديفايس البريشر معرضه تحصل في اي ديفايس معرضه تحصل في اي ديفايس البريشر ينزل فيه. ليه؟ ما هو معنى ان البريشر ايه؟ وانا عندي تمبريتشر مثلا عندي يطلع 25 يبقى انا وارد الاكسون تبخر. انت درس الاعلانات افتح جدول البخار جدول واحد وجدول اثنين تجيب واحد وتوقف جدول البخار يربطوا الساتيوريشن بريشر بالتمبريتشر. فيعني انت درست زمان في اولى ميكانيكا وثانيه ميكانيكا لما كنا نقول لك
البيت ما بينجليش كويس في عاصمة اليمن صنعاء، لأنه صنعاء ارتفاعها عالي، فالضغط الجوي عالي في صنعاء، الضغط الجوي عالي في صنعاء نتيجة سوري منخفض نتيجة الارتفاع عالي، فالضغط الجوي منخفض في صنعاء، ففي صنعاء المية ما بتجليش عند 100، بتجلي عند أقل من 100، بتجلي عند أقل من 100. فإذا لما كل ما الضغط بتاعي هيقل في الدرايس المية تحت الضغط، الوقت لو انا حصل لي هنا تبخر لازم كلها تتبخر شويه تقليل البخار. هيجرالهم ايه بعد ما تبخروا؟ فوق عيار بشر عالي تاني هيرجعوا يعملوا لهم كونفرسيشن ويرجعوا ليكم تاني. بس وهم بيرجعوا تاني بقى وهم بيرجعوا تاني الفقاعات دي بتاع البخار بتفرقع وبترجع للحاله الليكويد بشكل فجائي، بترجع للحاله الليكويد بشكل فجائي، وهي بترجع الحالة دي. اكتب بس كده كالكوليشن على جوجل مثلا واكتب معاها اروجن هتلاقي البليتس متكله يعني متنقره، يعني انا نقطه بحفر زي كده بسبب انه الحاجات دي وهي بارز دي بتفرقع وهي راجعه للليكويد تاني فبتبوظ الميتابوليت. فخد بالك بس انه الحكايه دي بتحصل بشراسه في البامبس، لان البامب في حته منها بيشرب الا وفي الفالفز نفس الحكايه وفي الار اس فيتا نفس الحكايه. خد بالك بس انك ما تخليش الدايمتر ريشيو قليله قوي قوي، يعني ما تخرجش الدايمتر ده جدا جدا، وكل ما تخرج الدايمتر كل ما تبص حاجتين من البريشر هيقل بالراحه شويه، مش لازم يعني تعمل الربع جنيه المخروم ده تضيق الكورن قوي بالراحه ماشي خلاص يعني سيبه مخروم حته ما تسدوش كله وتعمل كورن ايه تمام. يعني الدايمتر ده يكون مايو الدايمتر ده مايو ما يبقاش ضيق قوي ما يبقاش ضيق قوي، لو ضيق قوي الروس هتزيد البريشر هيقل شويه ميه من الليكويد هتبخروا يتحولوا لبابلز البابلز هتفرقع تعمل الروش. طيب دكتور ايوه هو دلوقتي يعني مثلا دلوقتي في دلوقتي في سنسور بيقيس سرعات في سنسور بيقيس سرعه طب ليه ما نقيس سرعه على طول ونضربها في الاريا بتاعه ال طيب مش عايز تقول لي طب ما انا ممكن اجيب الفلوري بطريقه ثانيه ان انا مثلا اجيب بيتوتشيو اللي هي بتقيس سرعه ماشي وامسك المقطع ده كده همسك المقطع ده كده اللي هو هقسمه مربعات صغيرة كده وهجيب بيتوتشيو اقيس متوسط السرعة هنا واضربها في الاريا دي واجيب بيتوتشيو اقيس متوسط السرعة هنا واضربها في الاريا دي واجيب بيتوتشيو الثانية او نفسها يعني متوسط السرعة هنا واضربها في الاريا دي متوسط السرعة في الاريا ده اللي فلوريت في الاريا دي وفلوريت في الاريا دي وفلوريت في الاريا دي وجمعهم ممكن تعمل كده ايوه ممكن تعمل كده ماشي بس زي ما انت شايف تيديس مرهقه ليه ما ينفعش دي سياسه واحده وخلاص ليه الباور ليه في النص البروفايل السرعات اللي هنا قليله والسرعات في النص عاليه فما فيش حاجه اسمها سياسه واحده وخلاص ماشي طب نكمل خليني اجاوب بس على السؤال السؤال مظبوط يا باشمهندس بيقول لي برضه فكره التوتشيو هقيس بعيد قوي برضه ستيت بعيد عندك الباور لير كل الاماكن في باور لير شايف الفرق ده ايه؟ خدها بعيد جدا برضه هنا السرعه هنا عند الرول صفر وسرعه في النص ماكسيمم مالهاش علاقه بالاورفيس او بالجوري او بالناصر او الاستراكشر اللي انت عملته ليه علاقه ان هنا في باور لير فطالما في باور لير وهتقيس سرعات وتحولها لفلوريت يبقى لازم تقسمها مربعات صغيره وتاخد متوسط كل مربع. طيب. دكتور هو الفنتوري كده بيأثر على الفلوريد تايب؟ الفنتوري كالوريد ايرور تأثيره قليل قوي، زي ما قلنا الكوفيشن ديسشارج ما هوش 1 وإنما إيه؟ 0.9. طيب الطريقة الثانية هي اللاملا فلوريدا، الكلام ده الطريقتين دول شفتهم في الفلوريد فلوريدش معانا. اللاملا فلوريدا بتعتمد
انت انا هجيب ديفايس زي كده ومشي فلو في باراليل بايب صغيره شوف كده صغيره دي اهي ده شكلها شايف ازاي هيحصل بريشر دروب عالي جدا بس هنقلب الفلو بالعافيه لتيرمينال لامينا اشمعنى لامينا لانه امبر 9 مور فواصيل ضيقه جدا فبقى الريلز نمبر جوه كل الصوره رو يو دي على بيو ودي قليله قوي فاكبر لامينا العافيه ان هو يقلب لامينا لما انا لامينا تنطبق علينا المعادله بتاعت الموسوي فلو اللي انت درستها قبل كده درستها في الترم كام؟ موسوي فلو ماشي؟ وبكامل الباور اللي هي الايكويشن ما طالما لامينا يبقى هي معادله معروفه يبقى اقدر اكامل البروفايل ولما اكامل البروفايل اعرف اجيب علاقه بين متوسط السرعه وبين فرق الضغط بين الظهور والغروب جت منين؟ جت من تكامل معادله الباور اللي هي لامينا فالعبايه لازم لامينا للاول بقى عندي بريشر واحد قبل الديفايس بريشر اثنين بعد الديفايس ومن الفاصايل ايكويشن طلعت ان الفلوريد هو بي 1 ناقص بي 2 في 5 ريد 4 على 8 كيو في لينكس مش كده؟ اذا هو الفلوريد متناسب مع فرق الضغط على كيو خد بالك على كيو يعني خطوره الكلام ده ايه؟ خطوره الكلام ده ان انت تمشي فيه فلو غير الاصلي تشتريه على انه ماشي فيه ميه وتمشي انت فيه بترول وما تعديش حاجه لا يا سعاده الباشا لازم تعدي لانه في نيو هنا لازم تاخد في الاعتبار تغير النيو وطالما في نيو يبقى هيتغير على درجه الحراره من نيو يبقى لازم تقيس التمبريشر وتعمل كوريكشن للنيو لان النيو بتتعدي من يوم ليوم حسب من ساعه لساعه حسب درجات الحراره طيب اذا هو ايه اللي هي الفاصايل ايكويشن ماشي اللي بقول لكم عليها هو معتمد انه الباوندر اللي هي البروفايل بتاع اللامينا ودي الايكويشن بتاعته بتدرسها من الدراسه عند اي عند اي ريدر زي بص في سنتر في واحد بس خالص فوق تربيع على واحد في الادويه ومنها كامل وطلع ايه؟ طلع الفلويد ماشي انت لو جبت دي افريج خلاص قول لي دي افريج وضربه في الريدر ادي الفلويد يعني انت معاك البروفايل ده ومعاك معادلته. لو انا جبت المساحه اللي تحت المنحنى ده وقسمتها على الكلام اللي انت جبت المتوسط. انا مش عايز حاجه غير المتوسط، وانس لو معايا متوسط ادي متوسط السرعه. اضربه في الاريا ادي الفلوريد اللي انت بتختارها. متوسط السرعه طلع كام؟ طلع الكلام ده على الاريا. اللي قدامك ده على الاريا. بي ناقص بي باي ار اس 4 على 8 كيو ال. على الاريا ده متوسط السرعه اللي ليه من تكامل المعادله دي. خد بالك ان النيو بتتغير مع الجاز تمبريتشر وهي الابسوليوت يعني انت عارف الفرق بين النيو والنيو. انت عارف الفرق ده؟ دي الدايناميك فيسكوستي ودي الكايناميك فيسكوستي اللي هي نيو على رو. طيب. ايوه. مين؟ ال. باشمهندس بيقول لي ال هي ايه؟ هي الدور ده. بص الطول اللي من خلاله لينس اوف ريستريكشن ده الطول ده على الرول الطول ده ده كده طول الديفايس نفسها ماشي ده الطول طب هو دلوقتي درجه الحراره بتتغير مثلا زي ما حضرتك قلت كتير قوي الموضوع هيبقى بالنسبه لي الباشمهندس هنا بيقول لي الوقت درجه الحراره بتتغير بص اغلب الاجهزه دي بتكون عاده محطوطه في معامل مكيفه يعني التكييف الديني برضه بتتغير في درجه الحراره ما هواش عنيف ماشي يعني ظبطه على 25 يبقى هتتغير مثلا من 10.5 ل 25.5 تمام بس هي هتكون ايشو لو الديفايس دي في الصحراء تمام خلاص لحظه ما تاخد القرايه سجل معاها درجه الحراره واعمل الكوتش هو انت مش بتقيس طول الوقت انت بتقيس دلوقتي خلاص لحظه ما تيجي تقيس اعمل الكوتش ده يبقى اذا اسمه لامينا فلو ايلمنت ودي فكره الايه؟ يبقى هنا لا هنا تيرمينال فلو النص لامينا فلو تعرف تيرمينال فلو ايه؟ ادي المعادله بتاعته وادي التركيب الداخلي وادي الديفايس دي فيها حاجه اسمها انترانس لينس تاثير الانترانس لينس انتوا عارفين يعني ايه انترانس لينس؟ طيب انترانس لينس اللي هو الطول ده اللي بعد منه
تغلق اهو وهي تغلق بعد ما يبقى لما المسافه دي المسافه اللي خدها علشان يتحول من تغلق الى لما الى فولي ديفلوب لما يفلوب تمام لان هي الايكويشن مبنيه على فولي ديفلوب لما يفلوب فلا بد ان اللينز ده حصل هنا اهو جميل خد بالك بس الفت نظرك انه اللامينا فلو البامب اللي هي شايف عامله ازاي بينما التيرمينال فلو تقريبا كده تقريبا هي برضه عند الهول صفر برضه عند الهول صفر بس التغير من الصفر بتاع الهول الى القيمه العاليه سريع جدا السبب في السرعه دي التيرمينال فلو بيقدر يتجاست بسرعه الميكسنج فيه عالي جدا اللامينا فلو الميكسنج فيه ضعيف عشان كده خد ديستنس كبيره عشان يتنقل من الصفر للناس طيب فاذا بتقول لو انا عندي رينوس رامبر بنقول انه لو انا عندي عشان احقق فولي ديفلوب لامينا فلو لازم الاله العدديه اللي هو الانترسنس ده يكون 5% من رينوس رامبر محسوب على الدايمتر الصغير محسوب على الدايمتر الصغير ليه الدايمتر الصغير اللي هو الدايمتر بتاع الانبوبه الصغيره فاذا بالتالي الكور ده كبير الاله دي كبيره بحيث الاله على دي الاله دي الاله ده اهي على الاسمول دي تكون كبيره قوي اعلى بكتير من القيمه دي من 5% من اليونت نمبر يقوم يبقى البروسيس ده كله يحصل فين بقى؟ في الحته دي خلاص شكرا الحته دي ما بتقراش كويس بس اغلب الجهاز بيقرا وممكن انت تعالجها انك تعالج انت دايما تقدر تعالج يعني ايه تعالج؟ يعني تحط خمس ست اجهزه في دول او جهاز انت عايز تعالجه ورا منه جهاز يكون اضعف بكتير وتظبط ستيدي فلو ما تبقاش معزمه تمام؟ وتسجل في الراتب كتير وتعالج اقل دقه من اعلى دقه تاني افترض ان معايا عايز اعالج ومعايا اورفيس ميتر انا ضامنه واحطهم الاثنين ادي الاولاني وادي الثاني وادي فلو لازم تحقق ستيدي فلو ما تقدرش تحزمها ولازم ما يبقاش ليك في السيستم ده خالص وتاخد العلاج دي وتسجل معاه وبعدين تغير الانبوت وتاخد دي وتسجل معاه فانت بتعالج ماشي بس طبعا لازم الجهاز اللي انت بتعالج بيه يكون ادق بكتير من الجهاز اللي انت بتعالج مين الجهاز اللي احنا بنعالج بيه يقدر اسمع يعرف انها حاجه الدايجنوستكس ماشي طيب اذا خدنا بالنا من حكايه النيو خلاص اتكلمنا عليها وده الكوريشن اللي بيحصل النيو اكشوال والنيو بتاع الكاليبريشن النيو كاليبريشن على النيو اكشوال ده كوريشن هنا هسيبك تقرا الادفانتجز والليميتيشن ماشي طبعا التيرمينال بريشر دروب عالي بيتاثر بالتمبريتشر لو انت عندك فلوريد عالي قوي محتاج بقى تيوبز كتيره دي من اكبر المشاكل ان التيوبز ممكن تتسرق لو الفلو بتاعك مش نضيف قوي تيجي تزوم تصدقها بانها عباره عندكم في تجربه الفلو بتش بتاعته لان احنا بنجيب الهواء من الكومبريسور اللي معانا بتاعه عمليه ضغط الهواء بينشا عنها انه يكاوشر بخار ميه بخار الميه ده تكثف وتحول لبقعه ميه في قعر الكومبريسور في قعر الخزان لا وتثابت ماشي المفروض ان هو عامل لك قعر الخزان من تحت معبه صغير تفتح وتصفي الميه ما حدش شغال وبعدين تاخد منه الهواء في بدايه الترم فالهواء دخل على تجربه الفلوينش بتاعتكم ومعاه ميه اول ما سد الاكسده دي على طول سد الجذبات دي كلها ماشي تمام فبتعمل ايه بتصفي الميه بتطلع هواء نظيف تماما بتتاكد انه نظيف وبعد كده تخش الهواء عليها في ايه تناقض الميه طيب انا عايز اكمل بعد كده في حاجه اسمها فاريبل اللي هو الروتاميتر انتوا ربما شفتوه اوريدي الروتاميتر هو معتمد ان في فلوس هنا وادي فلو جاي من تحت بتواجهوا بقى ثلاث فورس دول في دراج فورس بتعوقه والدراج فورس دي في الحقيقه بتعتمد على الفلوريد لان كل ما الفلوريد بيزيد كل ما الفلوسيتي بتزيد كل ما الدراج بيزيد وبتواجهوا البويانسي اللي هي الفرق بين قناة الضغط الخشيب ماشي وبيواجهوا وزنه الشخصي وزنه هو البالانس بتاع الثلاثه دول لما بتكتب الايكويشن بيديك الاتي الدراج هي كوفيشن اوف الشر
بوكس. دي دراج بوكس. يعني ايه الفرونتال ايريا اللي هي دي؟ الاريا العمودية على الفلو اللي هي دي يا صاحبي دراج. شايفها؟ البروجيكتيف اريا اللي له شايفها. ماشي؟ خد بالك العربيات زمان انتوا اكيد قلتوا كده في الفلو. انتوا كان بروفيشنال في الشرش العربيات زمان سيء. لقيتوا العربيات اللي كانت بتطلع في الافلام زمان كانت عامله كده. صح؟ مش كده؟ كانت عامله كده. حصل ايه مع الايام؟ انه ابتدى يخليها سليم لاين من هنا ومن هنا علشان يخلي السي دي يعلى يعني يقل الدراج، السي دي بتاع الدراج يقل شكرا ماشي يقل مش يعلى يقل علشان ينقص الدراج. تمام؟ احب اقول لكم ان دلوقتي بيلعبوا نفس اللعبه في العربيه اللي بعد. هم خلصوا بالفوق. ابتدوا يلعبوا نفس اللعبه بشويه الهواء اللي بيمر بين الجسم السياره والارض برضه يعمل كروس بريشر ويعمل ايتيك من تحت. ابتدى برضه يحاول يلعب نفس المكان خلاص اللي هو ينقص الايه؟ الكلام ده؟ ينقص الايه؟ برضه احب اقول لكم حاجه ثانيه بيعملها انه ابتدى يعمل حاجه ثانيه انه في ليفت، انت درست ليفت برضه؟ ليفت كوفيشن خلاص؟ الليفت كوفيشن في العربيات انا مش عايز اي ليفت خالص. اللي بتحكي على العربيه بتقل. لا قدر الله ربنا يحفظنا مش كده؟ ابتدى يعمل ديزاين انه عند السرعات العاليه قوي يخلق نيجاتيف ليفت كوفيشنت. نيجاتيف ليفت كوفيشنت يعني لما يكون سرعه عاليه قوي يبدا يخلي الديزاين بتاع العربيه يخلي ايه الضغط الجوي يسرق عليها على طول. ده هيعلي استهلاك البنزين شويه. بس هيحمي العربيه من ان هي لو ضغط الجوي. طيب انتوا ما حضرتوش اصحابكم بيجو زمان؟ ما حضرتوش. اسالوا عليكم بيحكوا لكم عنها. عربيات البيجو اللي كانت بتنقل منها محفظات. ماشي سبع راكب انت مش شفتوهاش انا جبتها كتير وربنا يرجعني الحمد لله يعني بس هذه السيارات فعلا لما كان يطلع على الطريق خلاص انت يعني انت مستمتع بالرحله لانه واخد سرعه عاليه وانت مش حاسس باي فريكشن وما شاء الله العربيه شايلاك من على الارض شيء حرفيا شايلاك من على الارض شيء خلاص المشكله بقى على السرعه العاليه دي قد توبه فكان اسمها النعش الطائر من كتر ان هي بتتقل مع التطور التكنولوجي حل محلها الميكروباص ووسائل النقل الثانيه. طيب هنعوض بالثلاثه دول هنا ادي الدراج وادي البوينسي وادي الويت هيطلع لي كده هقدر في الاخر اطلع علاقه بين الفيلوسيتي والبوزيشن. ماشي؟ فالبوزيشن ده هيقول لي على الفلوريد بتاعي. خد بالك ان المعادلات هنا فيها الرو بقى، هناك عندي الايكويشن فيها النيو هنا الرو، فبرضه عايز الفريكشن لو انت غيرت من غاز لغاز او من ليكويد لليكويد. خد بالك ده طالما قلت لك طالما ظهرت معاك الاخت دي شايف دي؟ جي دي طالما ظهرت معاك جي دي تفهم انه لازم تركب براسي والا يبقى الجي غلط يبقى انت خدت 99% منها ولا 98% شويه 98% منها زيها زي الديد ويت لسه لازم الجي تكون مظبوطه يعني راكب براسي جرافيتي جيت فهو لازم يبقى ناقص الفيرتيكال الاكيوريسي بتاعته يعني 51% فلو انت عايز اكيوريسي عالي قوي مش مناسب ليك طبعا خد بالك ان التيوب نفسها تتكسر لو انت دخلت فيها اصلا ده عادي ماشي نخش على الرئيسي تيرم فلو ميتر فكره بسيطه جدا ان انا الفلو معدي هحط صغيره ريش بتاع التربينه هتلف هجيب هنا سنسور كده معين مغناطيس زي ما بتقول عليه سنسور مهم لما عدى هتجيب بقى اشاره فهيجي لي كده هيجي لي مفيش وإشارة مفيش وإشارة مفيش وإشارة مش مهم قيمة الإشارة كام المهم عددهم مش مهم قيمتها المهم عددهم عددهم هو عدد الإيه الدورات دي ومين عدد الدورات أقدر أعرف ده كده اسمه الإيه التيرمين فلوميتر ماشي التيرمين فلوميتر وده الشكل العام بتاعه يبقى الفلو ريت هو ثابت في الأر بي إم متناسب مع الأر بي إم الرينج بتاعه رينجابيلتي رينجابيلتي يعني إيه يعني بسهوله تلاقي الديفايس مش مع رينج قليل وبسهوله تلاقي الديفايس مش مع رينج بينما لو رجعت للاوبستراكشن كيلومتر لو انت هتحولها من كيو لدلتا اي برضه داخل معاك انت لازم تختار الوسيله اللي تكسب دلتا اي اللي انت متوقعها
بتشتغل بقى فايد رينج تمبريتشر والبريشر لو يعني ما عندكش شكايه ان التمبريتشر تتغير يكون الار بي ام بيتغير سهل التليسكول وبنتين وكالبريت البيرمنت بريشر دروب مش عارف بس لو الروس فلويد هيبوظها كيرفول كابيتيشن برضه لان ايه هيحصل وهو بيعدي منها ان البريشر بتاعه بيقل شويه سنسيتيف بي فلويد فيسكوسيتي ماشي خلاص سنسيتيف فيسكوسيتي يبقى سنسيتيف للتمبريتشر خلاص كده سنسيتيف للفيسكوسيتي يبقى اذا سنسيتيف للتمبريتشر سنسيتيف للفيسكوسيتي يبقى سنسيتيف للتمبريتشر طالما دخل معايا اي مويل بارت يبقى الريلابيلتي هتسوء شويه مشاكلها الميكانيكيه هتكتر انت عارف طبعا كمهندس ميكانيكي انه اي شيء يدور اعطاله اكتر من اي شيء ثابت دخلت معايا هنا هتزود الدور ماشي كده يبقى في يوم الرومبلي بتاع هيبوظ كلاش بقى تمام دخل معايا اجزاء تعديل عليها على الدور الفروميتر اسمه الباليت فروميتر تعديل ان بدل ما كانت كده اهو بدل ما كانت مغطيه السيركت سيريا كله هخليها تغطي حته زياده الغرض ان انا ما انقصش بريشر داون ستريم اقلل البيرمننت لوس اللي بيحصل في داون ستريم بس خسرت ايه في المقابل؟ خسرت السنسيتيفيتي ما بقتش بتدي اشاره عاليه زي الثانيه صح؟ لان مش معرضه للفلوق بشكل اكبر هذه البادري شايف معرضه بس من خلال ايه؟ الحته دي بس مش مغطيه مش مغطيه الفلوق كله وحولنا المساله من قياس فلوريت الى قياس ار بي ام البيرمننت بريشر دروب اقل السنسيتيفيتي برضو اقل كان حد حاسس اورفيس ازاي لا دي كده مش اورفيس خد بالك دي مش اورفيس هي دي فيها تربينة كبرها بص كبرها هي الفلوم عندي من هنا شايف الفلوم عندي من هنا اهو هيلف دي ليه شربينة هتلف انا مش معتمد هنا على تغير في البريشر وتغير في الفلوسيتي كده انا معتمد الريش تبينه كده وبقيس شايف العلامه دي لما تعدي قدام دي كل ما تعدي هتبعت اشاره ومفيش غير واحده بس زي ما انت شايف كل ما تعدي هتبعت اشاره كل ما تعدي هتبعت اشاره كل اللي مطلوب مني بعد كده اشوف انا جاي كام اشاره في الثانيه او كام اشاره في الدقيقه يبقى دي الار بي ام اللي هنا كده اضربها في سالب التناسب بتاعها طلعت لك الفلوريت تمام طيب انا ما فهمتش بقى الفرق بين الزيرو والفلوريت بص الفرق بين التيربن ميتر والبادل ميتر التيربن زي ما انت شايف التربينه مغطيه الفلو اريا كلها اهي في الاريا الفلو اللي عندي هنا التربينه راكبه على الماسوره كلها بص بقى الثانيه التربينه راكبه على الحته دي بقيت الروبي عارف مش حاسس بحاجه وبتلفها مفيش مشكله بس الفكره ان انا عايز انقص البريشر بلس داون ستريم يعني الراجل داون ستريم اشتكى ان الضغط قل قوي رحت شايل التربل ميتر وحاطط ده على فكره التربل ميتر من ادق الطرق تاكيرسي واكيرسي عليه جدا ماشي يعني ده اقل في السنسيتيفيتي بس ده البادل فلو ميتر السنسيتيفيتي قلت يعني قوه الاشاره قلت ولكن البيرمنت بريشر دروب قل لمصلحتي بس انخفاض السنسيتيفيتي ضد مصلحتي حسب انت عايز ايه حسب انت عايز ايه هو هنا بقيس اللفات ده اهي برضه نفس الطريقه هقيس عدد اللفات بنفس الطريقه هركب عليها السنسور هنا ماجنت اهو شايف الماجنت ده وعندي هنا كويل نفس القصه برضه نفس البص ما هي لما تدور عليها ماجنت الماجنت لما يعدي قدام الكويل ده هيبقى في شرط مش كل دول لا انا بركب واحد بس هنا برضه كنت بركب واحد بس شايف دي ماجنت واحد بس هيركب فيها كلها عشان يجيب اشاره واحده تمام انت مش لازم الماجنت يكون بيتعرض للميه او بعيد عن الميه مش في اي واحد فيهم ما هو هنا وهنا هنا تحت الفكره بس في اي حاجه اي حته بتدور فيها يبقى شفنا الاوبستراكشن ترميتر شفنا الماجنت ترميتر شفنا الفاريبل اللي هو الكاميرا شفنا التيربن البازي عايزين بقى نشوف الفورتكس تشيلي هو ده كده يا دكتور عشان ايه سيجي بالظبط انا كل ده بقيس الفلوريت كل هذه الطرق بتديني متوسط الفلوسيتي في الكروس سيكشن تايمز كده كل هذه الطرق
بتقول لي الفلوريد ماشي ماشي ار بي ده بحوله للفلوريد من خلال سالب التناسب من خلال اهو شايف المعادله دي من خلال ده بيجي لي في المانيوال بتاعتي. طب لو مش جاي في المانيوال هعمل انا هعمل ماسوره وهعمل مصدر للفلو وهحط حاجه واثق فيها احط دي بعدها واشوف دي قالت كام وكده اعمل انا اقول لك على طريقه كنا بنعاير بيها في المعمل فحسنا احنا طريقه بلدي خالص مش بلدي يعني وحش يعني برايمر هتشوفها دلوقتي بنعمل ايه انت عايز اورنج متر وعايز تعاير عايز تلج متر وعايز تعاير عايز اوتو متر وعايز تعاير جميل بنجيب ميزان حمام عارفين ميزان اللي بنوزن عليه وزن زمان كنت بوزن عليه وزن لما هو اتثبت بطلت اوزن عليه خلاص مش عايز درجه بس اوكي عليه طيب لكن زمان كنت فاهم كنت بوزن عليه بتحريص جدا ماشي طيب نكمل ونحط الاسطوانه نجيب اسطوانه بوتاجاز ونحطها على الميزان ده ونعمل برنر وناخد الغاز اللي خارج منها ويعدي على الاورفيس ويخش يقابل الهواء ويتحرك ونقيس وزن الاسطوانه ونسيبها شغاله ساعتين ثلاثه وزنها قبل وزنها بعد يبقى في الثلاث ساعات بس انا ضامن ان في الثلاث ساعات الدنيا ستدي في الثلاث ساعات لازم هيكون وزنها اقل بشويه كويسين 2 3 كيلو هتعرف تقيسهم كويس على الميزان ده تمام وطبعا كل ما تجيب ميزان كويس كل ما العمليه هتبقى افضل وتقيس الزمن كويس برضه خلاص وبعد كده تعمل ادي نقطه انت كده عرفت الماس فلوريد الفعلي اللي هو وزن الاسطوانه قبل وبعد على الزمن وعرفت قرايه الاورفس الدلتا بي بتاع الاورفس وبعدين تفتح الاسطوانه شويه وتسيبها ثلاث ساعات كمان تجيب نقطه كمان وبعدين تفتح الاسطوانه شويه وتسيبها ثلاث ساعات كمان وهكذا بس من الخبره ابدا بالفلوريد العالي مش القليل يعني ابدا انك تفتح الاسطوانه على اعلى فتحه انت عايزها عشان تديك الفلوريد الكبير وهي لسه مليانه لان لما تقرب تفضى مش هتعرف تاخد منها غير الفلوريد الصغير فاهم فهتبدا بالعالي مش بالقليل او يبقى معاك اثنين وايه لما تقرب تفضى تشيلها ما دي كل دي طرق المعينه هنتكلم عن معينه الطريقه اللي بعد كده البورتكس تشيلنج نفهم بس يعني ايه بورتكس تشيلنج اكتب كده على جوجل الكلمه دي فون كارمن بورتكس تشيلنج دي ظاهره لاحظها الكلام فون كارمن ولاحظ ايه بقى لاحظ لما يكون دي الزرافه قريب قوي وجايب الصوره حاططها عموديه على الفلو وجايب الصوره اهو وحاططها عموديه على الفلو يعني الصوره كده لاحظ ان الزرافه القليل قوي اسمه كريبنج فلو وعامل زي العسل شوف العسل اللي عامل على حاجه مفيش فلو سيبريشن خالص مفيش فلو سيبريشن نهائي ماشي طيب راح مزود الزرافه شويه ابتدى تحصل بورتكس صغيره كده راح مزود اكتر ابتدى يحصل سيل من البورتكسيز كده بورتكس تريل قطر من البورتكسيز زود اكتر واكتر ابتدى تبقى فولي تربلنت ويك طيب اللعبه ايه بقى؟ اللعبه عايزين احنا نسنتر في المنطقه دي لانه لو سنترنا نفسنا في المنطقه دي هيدخل لي لاندا يوتشرال نمبر انت اول مره تسمع عنه اسمه سراوند لاندا ايه بقى ده؟ مش انت عارف ان اليوتشرال نمبر كان هو في الدراسه في الدايمت على عينيه ده بيقول لك انيرشال فورسز والفيسكس فورسز جميل في واحد تاني اخوه لاندا يوتشرال برضه اسمه ستراول اسمنا للتواجد ستراول ايه بقى ده؟ هو الفريكوانسي بتاع الفورتكس تشيلنج كام فورتكس بتاعت في السنه؟ في الدايمتر بتاع الاسطوانه اللي انت حاططها على الدراسه والستراول نمبر ده مرتبط بعلاقه مع رينولدز نمبر مرتبط بعلاقه مع رينولدز نمبر ماشي؟ لو انت في الرينج المظبوط لو انت في الرينج ده اللي هو من 40 ل 200000 اديتك الاستراول نمبر تعرف تجيب رينولدز نمبر خليني اخلص بس الجزئيه دي معلش هرجع لك يبقى انا في المنطقه دي رينولدز نمبر بين 40 و 100000 لو اديتك الاستراول تعرف تطلع رينولدز لو اديتك رينولدز تطلع الاستراول الاستراول بيعتمد على ايه؟ هو دايما انت بتاع البلاك بادي اللي انت حاطه البورتكس تشالنج فريكونسي اللي انت حاسسه ودي هي الافريج رو فيلوسيتي طيب العلاقه اهي بين الاسطوانه هنا وبين الاسطوانه
طيب ماشي. بهذا الشكل الكلام ده معناه ايه بقى؟ الكلام ده معناه ان انا ادي فلو هحط هنا ايه بلاك بادي. يعني ايه بلاك بادي؟ يعني جسم كده مويل الكروب اوش ستريم لاين زي العربيات بتاع زمان. الغرض منه ان اعمل فلو سيبريشن واكون الانتيتي. انا بكونها دلوقتي اصلا. دي طبعا هتسبب بيرمنت بريشر لوس انا عارف. راح ما خليتش بلاك بادي كبير. شايف؟ انا عامله ايه؟ حته صغيره. عشان البيرمنت بريشر لوس ما يبقاش كبير. المهم هحط هنا وسيله تقيس بريشر. الوسيله دي كل ما تعدي فورتكس قرايه البريشر هتختلف. مش مهم كانت كام وبقت كام، المهم ان هي اتغيرت. انا عايز اتغيرت كام مره في الثانيه؟ لان ده هيديني الاف. ده هيديني الاف. وانس ان انا جبت الاف يبقى الاف في الدايمتر على الفيلوسيتي ده ثابت في رو الفيلوسيتي دايمتر على ميو. السبب ده معلوم من الايكويشن من الترم اللي انا لسه مقروه لك. ماشي؟ الفانكشن دي معلومه. يعني هي فانكشن اوف بلاش ثابت. خلينا نقولها فانكشن اوف. ادي الفلو اهو.
ده ماركر. ده شكرا ادي فلو اهو ادي فلو اهو صح كده؟ طيب وادي الويف اذا لما كان الفلو سريع ساهم في نقل الويف اسرع صح؟ ماشي؟ ساهم في نقلها اسرع يبقى اذا التايم اللي بره بين الارسال هنا والاستقبال هنا بيعتمد على سرعه الفلو يبقى ممكن من خلال الزمن ده اعرف سرعه الفلو السرعه الافريج بتاع الفلو انا دايما افتر افريج انا دايما بدور على الافريج الوسط لان انا عارف ان عندي باور لاير وعندي كل حته من دي ليها سرعه سرعه هنا صفر وسرعه هنا صفر انا بدور على الافريج فاذا الترانزيانت تايم ده بيعتمد على الافريج يبقى انا كده تمام دي الطريقة الأولانية أيوه قول مش ممكن الويب دي ترتد ليه قبل ما تضغط الخط الثاني من الصورة لو تضغط قياس أو الشمال عشان تقول إن ال ممكن يكون فيه وقت تستخدم شوائب تضغط الويب ترجع للشمس أيوه باشمهندس هنا بيقول حاجة كالآتي بص باشمهندس هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول لي يا دكتور يقول لي يا دكتور عبد الماجد بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي كان ممكن يكون هنا في شوائب. الشوائب بتعمل ايه بقى؟ تشتت الويف تخلي بدل الويف هيمشي كده في مسارها لغايه ما توصل للبول اللي هناك وتيجي هنا تخبط الشوائب دي وتيجي ايه؟ وتيجي هنا ولا يتم استقبالها. جميل؟ طيب الاشكاليه دي السؤال ده من ناحيه فنيه كويس ليه لانه اي وسيله قياس دايما فيها مشاكل. اي وسيله قياس دايما فيها مشاكل. غرض النهائي للكورس ما تسيبيش هنا وتمشي الا لما تكون انت اقتنعت بالفكره دي. لان مش معنى ان انا معايا فلوس ومعايا مشكله حصلت الفلوس المشكله هتتحل. لا انت ممكن تجيب جهاز زي ده يكون غالي جدا تركبه في حاجه مليانه شوائب ما تاخدش بالك خالص. فمش اي جهاز هينفع في اي مساله. اما تخرج في الصناعه تشتغل مش معنى ان معايا فلوس ان حليت. لا انا ممكن يبقى معايا فلوس وبرضه ما احلش لاني اسأت اختيار الجهاز. تمام؟ فزي ما انت شايف انا كل جهاز من دول عامل لك ايه؟ بص ليميتيشن ده مثلا البورتكس تشيلنج ما ينفعش لو ليه نظام قليل لانه هيعمل كريت فلو هيخلق لارج بيرمننت بريشر ضرب فلو ده مش عاجبك يبقى مش هينفع وهكذا. فكل جهاز منهم له مشكله. ماشي. اذا في التايم اوف ترافل ميثود دي اللي مستعمل تو ترانسديوسرز واحد بينزل والثاني بيستقبل فرق ده بروبورشنال الى الفلو. في بقى نوع تاني برضه على الرسمي هنقوله لما خلصنا الاجهزه الصعبه باقي معانا واحد سهل نخلص خالص. بص بقى يا سيدي يبقى ده الاولاني اهو اتفقنا عليه. الاولاني ده شغال في حاجه اسمها التايم اوف ترافل او الترانزيت تايم. له اسمين يعني. طيب ترافل او ترانزيت جميل عندي ترانزيتوسر بعد ما بيستقبل وشفت فرق الزمن وتمام. الطريقه الثانيه بقى الطريقه الثانيه اسمها دوبلر افكت. دوبلر افكت ايه بقى دوبلر افكت دي؟ ده الاول روح على جوجل واكتب بس كلمه دوبلر افكت لما تقرا. الاول انت لازم تفهم ايه معنى الدوبلر افكت اصلا. ماشي. الدوبلر افكت هو اللي بيسمح للاداره العامه للمرور تقيس السرعه بتاعتك. انت بتبقى ماشي في عربيتك هو بيبعت لك سيجنال. هو بعت الرادار بعت لك سيجنال، الرادار بعت لك سيجنال. لما الرادار بعت لك سيجنال خبطت العربيه بتاعتك وارتجت ليه؟ ولكن هي خارجه من عنده بفريكونسي واحد رجعتهم بفريكونسي اثنين مختلفه عن فريكونسي واحد. الفرق بين التو فريكونسيز دول متناسب مع سرعه الارض. متناسب مع سرعه العربيه بتاعتك. تمام؟ الايفكت ده مستعمل في قياس سرعه السياره بيستعملوه علماء الفلك في انه يحلل الاطياف اللي جايه من هجوم المجرات ويعرف المجرات بتقرب ولا المجرات بتبعد وسرعتها كام وحاجات ماشي؟ طيب هنستعمله احنا ازاي بقى؟ هنستعمله احنا ازاي؟ هنستعمله انه لازم يكون الفلو
الهواء ماشي. اضافه الشوائب احنا في الفلويد ميكانكس والميجرمنت بنسميها سيدنج بارتكلز. سيدنج بارتكلز بنسميها سيدنج بارتكلز. الاضافه دي بتستعمل عاده في قياس الليزر كله، لانه طرق قياس الليزر بتعتمد انه هنعمل طريقه تخلي اشعه الليزر تقيس سرعه البارتكلز دي، لان شعاع الليزر مش هيشوف الفلويد لكن هيشوف دول، وبنفترض ان دول سرعتهم هي سرعه الفلويد، فلازم دول يكونوا صغيرين جدا 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 وماشيين مع الفلويد، لا عايزين يطلعوا لفوق ولا عايزين ينزلوا لتحت ولا عايزين يسرعوا ولا عايزين يبطئوا، ماشيين تماما مع الفلويد. هيتم اضافتهم هنا اذا ما كانوش اصلا موجودين، يعني ممكن يبقى عندك شويه شهادات صغيره تستعين بيها وخلاص ماشي. الفكره خلاص خلصت كده، انا طالما عندي شوائب يبقى هبعت اشاره فيها فريكونسي هتخبط في الشوائب وترجع لي انا تاني، هخليها اشاره قويه دي حتى لو شتتت في شويه هيرجعوا لي. خد بالك هو هيحصل تشتيت ما وراش حاجه، بس يعني الاشاره جايه لي لما تخبط في الشوائب في شويه هيروح يمين وشمال فوق وتحت، بس السن فيه كومبوننت هيرجعلي. اللي هيرجعلي انا عايز اعرف اختلاف التردد كام؟ من اختلاف التردد انا جبت السرعه ماشي. يبقى اذا الالترا سونيك نوعين، اما الترانزيت تايم واما الدوبلر افكت. الدوبلر افكت يعتمد على البيوريتيز، الترانزيت تايم ما يحبش وجود البيوريتيز. يبقى الفريكونس شيفت ده هو اللي من خلاله اقدر اعرف فرق السرعات، وبعد كده خلاص انا مش بصي الكروس سكشن تري هو ده الفلويد بتاعي. اهم حاجه هو الانتروسيف، طالما انا الانتروسيف يبقى هيركب على البايب بره، مش عاوز افك البايب. لو عندي البايب فيها اكستريم بريشر وتمبرتشر مش مهم، انا مش قلقان مش قلقان افك البايب ويكون ضغط عالي مش عالي، مفيش موبي بارتس خالص طبعا غالي. لو انت في ترانزيت تايم الانتروسيف هتضايقك. لو في نايس على نفس التردد ماشي، يعني انت شغال في نطاق تردد معين، لو في نويز على نفس النطاق ده هتطلق، لو في نويز من بره على نفس نطاق التردد اللي انت شغال فيه هتطلق. طيب اخر حاجه ساكن 37 ماشي، يعني لسه معانا 8 دقائق كمان. اخر حاجه هي بوزيتيف ديسبيسمنت فلوميت. بوزيتيف ديسبيسمنت فلوميت، طلعوا بس ورقه وقلم، هناخد سؤال كده بسيط خالص ماشي كاثبات اللي انتوا حضرتوه عشان نعرف مين حضر النهارده ماشي. هديكوا سؤال بس لما نخلص. البوزيتيف فلوميتر هو انا شفتهولكوا قبل كده، قوه صغيره زي كده كل اوضه بتعبي كلوريد معين وبشوف عدد اللمبات دي وانا بختار ببص على الاكيوريسي تيرن داون ريشيو ريبيتابيلتي، ايه العناصر او بعض العناصر اللي ممكن ابص عليها واعرفها؟ عمليه الدايجريشن يبقى لازم احط جهاز ضغط، يعني ايه ضغط؟ على الاقل اربع مرات. الجهاز اللي بيتم معايته اسمه ديفايس اندر تيست، دي تي ديفايس اندر تيست، ده الجهاز اللي بيتم معايته. الجهاز اللي معايته دي بيكون على الاقل اربع مرات. طيب كده خلصنا محاضره النهارده، هتكتب اسمك وتاريخ النهارده، اسمك وتاريخ النهارده. لا مش بس في حاجه كمان النهارده كام؟ النهارده 20 20 تكتب 20 ديسمبر و هترسم الفينا كونتراكتا في الاورفيس ميتر. الفينا كونتراكتا ظاهره الفينا كونتراكتا في الاورفيس ميتر هترسمها، هترسم تغير البريشر وتغير الفيلوسيتي والبيرمننت بريشر لوس تمام، وتشاور على الحته اللي فيها فينا كونتراكت تمام. يبقى هتيجي على الاورفيس ميتر تعمل البايب اهي، بايب اهي وادي الاورفيس اهو، هتنزل بقى تغير البريشر تغير الفيلوسيتي وتشاور لي كل هنا الدايمتر ده هو اللي عنده فينا كونتراكت 20